رام الله بكرة اضرب، رام الله بكرة اضرب، رام الله بكرة اضرب. اسمع مني يا احبابي، اسمع مني يا احبابي، رام الله بكرة اضربي، رام الله بكرة اضربي. ما بيفتح الا الشهيد، ما بيفتح الا الشهيد، ما بيفتح الا الشهيد.
واحنا تحت رصاص الجيش واحنا تحت رصاص الجيش Oh,
فدياك. راس المستوطن فدياك. راس المستوطن فدياك. ودينا واحد للناس. ودينا واحد للناس. عيون الحرامية. ونفتحهم بالرصاص. اطلع يا كابر نوال. اطلع يا كابر نوال. ودون كورة الأرض.
ركب على المسدس. محمد دمك مقدس. محمد دمك مقدس. ركب على كل رصاصة. ركب على كل رصاصة. واطلع يا قمر نورين. وطول كورة الأرضية. طول كورة الأرضية. الله أكبر. الله أكبر. Yeah.
شباب الشهداء بيسقى دمي دم الشهداء
نبيك يا شهيد الروح بالدم نبيك يا شهيد الروح بالدم يا خسارة وقلبه يا حير يا خسارة وقلبه يا حير علي واقف على الرصيف جميعا. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله من أبناء مخيمات المدينة وأيضا من أبناء المدينة وأبناء بلدة سلوات في مشفى مدينة رام الله. هنا وصلنا في انتظار استقبال جثمان الشهيد محمد عبد الله الساحر من عائلة حامد في بلدة سلوات، الذي ارتقى فجر يوم السبت بعد إصابته برصاص الاحتلال يوم الجمعة في ساعات المغيب، ليعلن عن استشهاده الساعة الثانية يوم السبت، ويحتجز جثمانه منذ ذلك اليوم حتى هذه اللحظات ليتم الإعلان عن تسليم جثمانه هنا في مشفى مدينة رام الله، المشفى الحكومي، بانتظار اللحظات الأخيرة من أجل تسليم الجثمان في هذه اللحظات. سنعود لكم في صورة أخرى ونافذة من نفس المكان في استقبال جثمان الشهيد الفتى ابن 16 عاما محمد عبد الله حامد الذي ارتقى يوم السبت الماضي. Thank you.